8 سنوات مرت على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، تغير معها الواقع ورسمت فيها ملامح جديدة للمستقبل بعد أن أخرج مصر من طريق الظلام الذي كادت تدخل فيه على يد الجماعة الإرهابية، معلنا عزمه منذ اليوم الأول لتوليه الحكم في 8 يونيو 2014 وبعد تنصيبه وتسليمه مقاليد الحكم، على أن يحمل الأمانة بصدق وأن يعيد مصر إلى مسار البناء والتنمية ويعلي رايتها خفاقة بين الدول، فحقق ما وعد به وأوفى. مرت البلاد بكثير من التحولات والتغيرات الصعبة منذ 2011 وصولاً إلى ثورة 30 يونيو التي فتحت أبواب الأمل في الاستقرار، حيث كانت البلاد تعاني أزمات اقتصادية وبدأ أن كل شيء على وشك الانهيار، ولكن ثقة الشعب المصري في الرئيس السيسي الذي تولى المسؤولية في ظل ظروف صعبة كانت وراء انتقال مصر من دولة آيلة للسقوط إلى دولة ذات مكانة وقيمة إقليمية ودولية. التحام الشعب المصري وانحيازه لقيادته السياسية بعد ثورة 30 يونيو كان السر وراء نجاح الإنجازات التي قام بها الرئيس السيسي، والتي كانت من شقين: معركة البناء والتطوير ومعركة محاربة الإرهاب. ونجحت مصر في المعركتين، ونسب الرئيس السيسي هذا النجاح في كل لقاءاته إلى الشعب المصري الذي أكد دائما أنه البطل الحقيقي في هذه المعركة وتحمل كل الأعباء من أجل الحفاظ على مصر آمنة ومستقرة. استراتيجية واضحة تبناها الرئيس السيسي على مدار 8 سنوات كانت تهدف إلى دفع الاقتصاد عبر زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي من جميع القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والاقتصادية. الشعب كان يثق في الرئيس وأنه سيخرجنا من الوادي الضيق، حيث قام الرئيس السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية التي كان لها أكبر الأثر على نمو حجم الاقتصاد المصري، والتي استطاعت أن تستوعب أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، والاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أحد أهم الركائز الأساسية لتشجيع الاستثمار المحلي وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. واليوم في ظل الجمهورية الجديدة تحقق مفهوم النمو الاحتوائي الذي يهدف إلى توزيع عوائد التنمية على كافة الشرائح في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي، وهذا ما نلمسه حاليا في مبادرة حياة كريمة والتي خصص لها 700 مليار جنيه لترفع من مستوى جودة حياة المواطن المصري تعليميا وصحيا وتوفير كافة الخدمات الأساسية، وهذا ما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي شعارا في عمل الدولة. نحن نعمل ونجتهد في سبيل تغيير الصورة الذهنية والتي ترسخت منذ عقود عن العشوائيات ونجحت الدولة في القضاء عليها. إنجازات ضخمة على المستوى الاقتصادي خلال السنوات الماضية، وما حدث يشهد له العالم، سواء العاصمة الإدارية وإنشاء 14 مدينة ذكية ومليون وحدة سكنية، والقضاء على العشوائيات وألاف المشروعات الإنتاجية وارتفاع التصدير وإصلاح البنية التحتية والأساسية وتقويتها لتخدم الدولة لسنوات طويلة،
ومشروعات إنتاجية في كافة القطاعات، إنشاء منظومة حماية اجتماعية قوية تعتني بالفئات الأولى بالرعاية في المجتمع لم يكن بالأمر السهل أو الذي يحدث في لمح البصر، ولكنه كان هدفاً يحتاج للصبر والمثابرة من كافة مؤسسات الدولة للعبور بتلك الفئات من منطقة العوز إلى مرحلة الإنتاج. اختيار القيادة السياسية للعمل بمختلف مسارات بناء الدولة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي والأمني والتنموي في وقت واحد قرار يؤكد جسارة وإقدام القيادة السياسية والقدرة على خوض جميع الصعاب من أجل إنقاذ الوطن. توافرت الإرادة الحقيقية للقيادة السياسية على التغيير إلى الأفضل وكيفية الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات المتوفرة للدولة، فآمن الشعب بتلك الإرادة فبدأ العمل لتتحقق الطفرة لتمهد الطريق للجمهورية الجديدة.